من هنا بدأ التاريخ، من هنا كانت بداية رحلة الإنسان مع الفن الجميل. والفن هو الحق والعدل والخير والجمال، حضارتنا بتقول كده. بصوا على جدران المعابد وانتوا تعرفوا إن الفنون تاج الحضارة، وتحت تاج الفن آلاف الملوك، فنان وكاتب، موسيقار وشاعر ونحات، مهندسين وممثلين. ولو اتنقلنا بسرعة للعشرينات والتلاتينات والأربعينات هنلاقي القاهرة ما كانتش بتنام، بتسهر كل ليلة مع الشيخ سلامة حجازي وسيد درويش وبديع مصابني ونجيب الريحاني وعلي الكسار ويوسف وهبي وغيرهم كتير. ما كانش الفن بس هو اللي فيه نجوم بتنور سما القاهرة، لا، كانت السما مليانة بنجوم الأدب والفكر والسياسة والعلم، وده كان الكنز اللي بعد كده نهل منه كل المبدعين والفنانين. ولو فتحنا كتاب الفن وقرينا، لا، يلزمنا آلاف الليالي. بس الليلة دي هنحكي عن 50 سنة الأخيرة.